في شيخ عندنا بيقول ما تقوليش صدق الله العظيم، لان مفيش ايه قرانيه باسم صدق الله العظيم، صح كده ولا مش صح؟ حاضر. سحر كانت بتسأل الشيخ عويضة في قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن، فبتقول في نعم. بعض الناس قالوا لها لا دي مش من القرآن ما تقوليهاش. طيب، أولا هي من القرآن، قل صدق الله نعم. فاتبعوا الله، يبقى إذن هي مذكورة في القرآن. ولكن هناك من العلماء من فرق بين الخبر والإنشاء، فقال ما كان خبرا يحكيه الله عن الأمم السابقة، عن أحداث سابقة ونحو ذلك، يقول الإنسان فيه صدق الله العظيم، لأن الخبر لا يحتمل إلا أن تقول صدق الله. أما ما كان إنشاء أمرا أو نهيا لا داعي أن تقول صدق الله، لأن ده أمر أنت مأمور به. يعني الآية اللي هقف عليها هي إيه؟ فهنا نعم. أقول صدق الله العظيم نعم. ولا لأ؟ نعم ده هناك من فرق هذا. نعم. ولكن هنفرض كتير جدا من ممن يقرأ من القرآن لا يستطيع أن يفرق بين الخبر والإنشاء، بالضبط هيقعد يركز. يبقى أعمل إيه؟ من قال صدق الله العظيم لا شيء فيها، وليس هي ببدعة وليس حرام. فلذلك يعني هذا قول الحقيقة اللي يقوله بيضيق على الناس ويعني لا يصح. وحتى بنشوف يعني مشايخنا الكبار بعد صدق كل قراءة يقول صدق الله، وإيه مشكلتها يعني؟ مشكلتهم معانا عن الأكابر. نعم. ربنا يبارك في حضرتك.